نستكمل بس المحاضرة الماضية اللي كانت عن اسكيميك هارت ديزيز اللي هي نقص الكروية القلبية. وصلنا إلى أن احنا ذكرنا أنواع الاسكيميك هارت ديزيز وبدأناها من الستيبل الجانبي لحد اللي هو الستي إليفيشن إن مار. اليوم حنتكلم عن وسائل تشخيص الاسكيميك هارت ديزيز. أول حاجة الهيستوري مهم جدا الكلينيكال، ضروري تاخذ الهيستوري بشكل كويس. البيشن دائما بيجي لك بشيست بين، عادة بيكون ستابينج بين أو هيبي بين موجود في السنترال اريا حق الشيست، حين راديتنج تو ذا يعني ذا اللور جو والليفت شولدر، حين رايت شولدر، حين الباك، حين في جاستريك اريا. هذه أول حاجة. ثاني حاجة بيكون أسيد سيمتومز، مثلا أحيانا بيكون نوزيا فوميتنج إذا كان عنده مشكلة بالإمبيريال وول، إذا كانت عنده مثلا بالبوستيريال وول انفاركشن بيكون دائما بالستاب ووند، أو مثلا بيحس إنه ويندو بتوين سكابيلا. وايضا كمان بعد ما اخذنا ناخذ الهستري ناخذ طبعا الفيزيكال اكزامينيشن. عاده البيشنت اذا كان جاي اصلا باكيوت ام اي بيكون ريتبل سيفير شيست بين، شاوتينج، يعني الم شديد جدا بيحس انه روحه بتطلع، تمام. بيكون احيانا اذا كان اصلا مصاحب بعض الكوميونيكيشن مثلا حنذكرها ان شاء الله في اخر المحاضره، يكون مثلا عنده ساين اوف هارت فيلير، مثلا بيجي لك مثلا ديزنيا، بيجي لك مثلا شورتس اوف بريث، بيجي لك اصلا الجي بي يكون عالي عنده. لما تعمل له اسكلتيشن تكون عنده سيستريك مرمر مثلا في اللمانترال اريا، مثلا اذا كان عنده بابليد مصر ابشر. هذه من الفيزيكال اكزامينيشن. وحنذكر بعد كده نتجه الى اهم حاجه في وسيله تشخيص الاسكيميك هارت ديزيز اللي هم التخطيط الطبي اللي هم الاي سي جي. الاي سي جي احنا ذكرناه في المره الاولى انه قلنا انه احيانا يكون نورمال خاصه بالستيبل انجينا، واحيانا بيكون نورمال في الايرلي ام اي. لذلك اي بيشنت بيجي لك هاي ريسك، يعني مثلا عنده يعني كثير من انواع الريسك فاكتور اللي احنا ذكرناها المره الاولى اللي هي السليبيدينيا، دايابيتيك، هايبرتنشن، سموكينج، الايج، الفاميلي هيستوري، وجالك بالتيبيكال شيست بين، هذا المريض ما تروحش ابدا حتى ولو كان اي سي جي نورمال. ضروري تخلي عندك طوارئ، تعمل له ريبيت اي سي جي كل 6 ساعات، تعمل له كمان كارديك انزايم كل 6 ساعات عشان تتاكد انه هو فري للشيست، انه الشيست بين اللي كان جات له مش اصلا شيست بين اللي ليدنج كارديك بروبلم. في الاي سي جي عاده احنا بنشوف ثلاث حاجات، يا اما استيريشن، يا اما تي انفيرجن، او كيو. اللي تفرق بينهم كلهم زي ما تكلمنا المره الاولى انه دائما الاستيريشن بتكون في النوع من اللي هو الاكيوت ام اي اللي هو الاستيريشن ام اي. التين فيرجن هذه دائما بنشوفها في الانستيبل انجينا والانستي ريفيشن ام اي. الكيو هاب دائما بتكون مع الاولد انفاركشن، يعني خلاص اوريدي هذا البيشنت حصل له انفاركشن ام اي وجالك ليت ولا زال بيحس بالريكيرنت شيست بين، فهذا المريض معناه انه حصل له اتاك بشيست بين او اتاك بام اي قديمه ما كانش نيجلكتد للحاله، ووصل لك في الطوارئ في هذه الصوره. هذه بالاي سي جي. بعد كده نتجه الى اللي هم الكارديك انزايم، اكثر حاجه اللي هي معروفه اللي هي التروبونين والسي كي ام بي والال دي اتش. طبعا في بعض اللاب ايضا مش موجوده في اليمن اللي هو فايبروجين وحاجات كثيره جدا، هذه مش حنتطرق لهاش كثير، حنتكلم عن التروبونين والسي كي ام بي. التروبونين والسي كي ام بي بيرتفعوا في الثلاث الاعماق، في الانستيبل انجين، في الانستي اليفيشن ام اي، والانستي اليفيشن ام اي، تمام. احيانا ما بيرتفعش في الانستيبل انجين الا اذا كليت، يعني جاء متاخر وردي حقت حصل انجري في المايكاردم بيبدا يحصل ريليز التروبونين والسي كي ام بي في البلد وتبدا ترتفع عنده السي كي ام بي والتروبونين. ميزه السي كي ام بي انه هو ايرلي، لكن التروبونين ليت. التروبونين هو ممكن يطلع متاخر شويه لكن بيفضل معك اقل حاجه اسبوع الى 10 ايام مرتفع بالدم. وذلك بيفيدنا جدا جدا في معرفه الانجري حق المايكارديوم، يعني الاماونت اللي هو حصل لها انجري او حصل لها نيكروسز، وبالتالي انت تقدر تعرف من التايتل حق التروبونين كم المايكارديوم اللي حصل لها ديث او نيكروسس. السي كي ام بي طبعا هو بيطلع ايرلي وبينتهي خلال 3 ايام ماكسيمم 4 ايام 5 ايام، يعني بينزل السي كي ام بي. وايضا بيفيدنا طبعا في معرفه اذا كان هذا البيشنت ستيل نيو، يعني نيو انسيت ام اي، او انه جالك ليت. حنتكلم بعد كده على الايكو. الايكو عاده ضروري
جدا ضيق جدا للبيشنت اللي هو جالك بالشيستبين عشان تعرف الشيستبين اصلا كارديكوز او نان كارديكوز. احنا قلنا الشيستبين اصلا ممكن تكون نان كارديك واشياء اسبابها كثيره جدا وهي تحتاج محاضره ثانيه ان شاء الله بعدين نسقها مع مجموعه التايدينج. تمام. الموضوع اللي تكلمنا عليه الايكول بيفيدنا جدا في الاسكيميك هارت ديزيز في معرفه الكومبليكيشن اللي تحصل. يعني مش ابيشن مثلا حصل عنده مثلا ام اي شيء تعرف هل المايكارديم ستيل الايف ستيل فايبل في كونتراكتيفيتي ولا لا. هذه واحده. يعني حاجه بتعرف هل حصل مثلا اي كومبليكيشن، هل حصل بابلي ماسل ركشر وحصل لك سيفير يعني ماتر ريجيرج وهذا البيشنت ارجنت فور سيرجري. يعني مش هتعمل له اي انترفينشن، ضروري انترفينشن مع سيرجيكال او كارديك سيرجري يكون جنبك على اساس يعمل ريبيرنج للبابلي ماسل ركشر. البيشنت هذا دخل لك مثلا في كارديوجينيك شوك، ضروري ما تعرف ايش اللي حصل. في الايكو بيساعدك كثير جدا في الدايجنوستس وكمان بالايفالويشن حق البيشنت. انت ممكن يعني تعرف انه المريض هذا هي ولا امبروفد اور نوت بروجنوس اوف ذا بيشنت بتعرفه بالايكو. هذه تقريبا يعني موستلي ذا موست يعني فيابيلتي او فاسيلتي احنا ما احنا موجوده معانا هنا في اليمن في تشخيص الام اي او اسكيميك هارت ديزيز. نجي للتريتمنت. التريتمنت ايضا كمان ديفرنت، يعتمد على الستيج اللي جاي فيه المريض. اذا كان ستيب لانجينا ولا نستيب لانجينا ولا نستي ولستي او لا يختلف تماما. اذا كان جالك المريض ستيب لانجينا طبعا قلنا من احد التحاليل ايوه صح نسينا انه من احد التحاليل ايضا كمان اذا ما كانش معك اي سي جي نورمال ويكون نورمال وستيل بين مع البيشنت بيشتكي من شيست بين وتيبيكال وعنده كل ريسك فاكتور ممكن تعرضه للاكسرسايز سي جي او للديبيتامين عشان نشوف اذا كان في عنده مثلا جس مثلا ليجن وعامل له شويه ناروينج للبلد فيزلز فهذه ما تظهرش في الريستنج اي سي جي ولا في الريستنج ايكو والكارج انزايم تكون نورمال. ضروري تعرض المريض شويه اكسرسايز سواء بتريتمنت اكسرسايز تظهر لك شويه ستيليفيشن او ستي ديبريشن وايضا كمان تعرضه للديبيتامين ايكو حتى تلاقي حاجه اسمها عندنا في الايكو بحيث ما سيجمنت الوول موشن ابنورمالتي. بس هذه شويه ادفانس تحتاج شويه كارديولوجي والكارديولوجي يكون فاهم وعنده اكسبيرينس كثير في استخدام الاكسرسايز تيست. حنتكلم عن التريتمنت زي ما تكلمت قلت لكم عندنا وايد سبيكترم من الاسكيميك هارت ديزيز برزنتيشن. حنتكلم اول حاجه عن الانتي اسكيميا مجرمنت او مانجمنت اللي هي دائما بنستخدمها بالستيبل انجينا بيشنت. بيشنت جالك بريكرنت شيست بين وهو كل العلامات وكل الانفستيجيشن فري سي جي نورمال كارديو انزايم نورمال نورمال بس ستيل بيجي له شيست بين هو ات ريسك اكثر. اول حاجه من التريتمنت اللي من الستيبل من الستيبل انجينا هو الميديكيشن اوف ذا ريسك فاكتور. اذا كان دايبتك نرسله لدكتور السكر يعالج السكر بشكل كويس. اذا كان سليبديميا بيعالج سليبديميا. اذا كان سموكينج بننصحه يوقف السموكينج تماما. اذا كان اصلا حياته كلها سيدنتري لايف اوبيس حيث كان ننصحه بنصائح كثيره جدا بتغير نمط حياته. تمام. وبعد كده نبدا بالانتي اسكيميا اللي هي معروفه اللي هي الاسبرين والستاتين سواء اتربستاتين او ريسوستاتين موجوده معك او متاحه لك. تمام. وحسب البلوت بريشر اذا كان مثلا هاي تبدي مثلا هايبوتنسيف. اذا كان دايبتك زي ما تفضلنا زي ما تكلمنا اول احنا اوريدي توصل لدكتور السكر على اساس تعبير السكر وتزلويديميا هذه يسموها انتي اسكيميا. لكن اذا البيشنت ايفن ذات وهو انتي اسكيميا دراج هي ستيل يعني كومبلينينج فروم شيست بين هذا البيشنت ضروري ما تحركه يروح غرفه القسطره كروني انجو دايجنوستيك يعمل له قسطره تشخيصيه ويشوف اذا كان ليجن هذا سيجنيفيكانت يعني اذا كان الاستينوسيس الموجود في الكروني ارتري حوالي 70 او 75% هذا ضروري ما يتركب ستنت عشان تريليف ذا بين. وايضا بعد ما يتركب الستنت ضروري ما يستمر انتي اسكيميا اللي هم الاسبرين او الكلوبيدجرين او حتى كمان الليونستاتين. اضافه الى بعض الانتي اسكيميا زي البيتا بلوكر وزي الاربس او الاس انيبيتور هذه كمان اكوردنج تو ذا بيشنت من بيشنت لبيشنت يختلف. هذه في الستيبل انجينا. اما الناس اللي هم جايين في الستيبل انجينا او نون ستيريفيشن او ستيريفيشن هذول المرضى قبل ما نبدا معاهم بدرك ثيرابي ضروري ما نبدا معاهم بالانترفنشن. يعني احنا في الستيبل انجينا بدانا بدرك ثيرابي او الكيميكال ثيرابي. هذول الناس النوع الثاني لا ضروري هذا انترفنشن يتحول على طول غرفه البسطه يتعمل لهم دايجنوستيك كورني انجيو وبعدين اكوردنج تو ذات تمنع ذا بيشنت. اذا كان البيشنت هذا اصلا عنده ستينوسيس وهذا ايضا يعني بنسبه كبيره عاليه جدا بينفتح الشريان اللي هو الكالبيك ليجن وبعد كده يستمر على الادويه اللي هي قلنا لها قبل شويه اللي هي الاسبرين والكلوبيدجرين
او النوع الثاني من الانتيبلاتيف والستاتين وكمان البيتا بلوكر اي سينيبتور اكوردنج تو ذا بيشنت سيتويشن. تمام. من التريتمنت ايضا كمان حقنا احنا بنعالج الكومبليكيشن اللي بتحصل مع الام اي او مع الاسكيميك كارسيس. اذا كان مثلا البيشنت ده هارت فيلير ضروري نعطيه دايركس. اذا كان مثلا عند البيشنت اريثميا ضروري نديله انتي اريثميا. هذه كلها كومبليكيشن وارده مع الاسكيميك كارسيس. احنا كمان ممكن المريض اللي هم المانجمنت البيشنت يعني ممكن يعني اذا كان ماش فاسيلتي في المستشفى اللي انت اصلا المريض وصل له ماش عنده فاسيلتي انه يعمل انترفينشن على طول احنا بندي دواء يعني او ادويه اسمها ترامبولاتيك ثيرابي اللي هي مجموعه الاستروتوكاينيز والالتابليز والتانكابليز والتانكابليز. فهذه لكن الان يعني بصراحه ما بنحددهاش كثير لانه اصلا معظم المرضى اللي بتجينا اللي بتوصلها بالذا بتكون ليت يكون متاخرين كثير يكون اكثر من 12 ساعه. وهذه اصلا مجموعه ترامبولاتيك ثيرابي الجولدن تايمز حقها يعني ما بين ساعه الى ساعتين ماكسيموم عشان يستفيد المريض منها. لما اعطاها للمريض بعد يعني هو ساعتين بتكون مسموح عديمة الفائده اللي هي 120 دقيقه وبعض الكتب بتكون 90 دقيقه. لكن اذا كان في امكانيه انك تحول المستشفى اي تحول الى مستشفى في فاسيلتي انترفينشن هو افضل. في اخر بس حاجه او اخر محاضرتنا اليوم هنتكلم بس عن الكومبليكيشن اللي بتحصل نتيجه اسكيميك هارت ديزيز. اكثر احنا ممكن نقسم هذه الحاجات الى ميكانيكال والكتريكال. تمام. كومبليكيشن الميكانيكال عاده بتكون اللي هي اللي زي ما تكلمت انا انه بابلاري مصر ابشر وسيفير مايترو ديجيج وهارت فيلير. تمام. اللي هو الكتريكال اللي هي الارثميا سواء فيتاك او انواع كثيره جدا اللي هي موجوده من فيتاك الفي اف البيشن بيجي لك بسبب ارست يعني هذول وارده جدا جدا يحصلوا مع مع الام اي. طبعا لكل كوميونيكيشن له تريتمنت مختلف. تمام. وهذا ايضا مجال واسع جدا يعني الهارت فيلير ضروري ما طبعا اول حاجه تريت ذا بيشنت از اسكيميك هارت ديزيز اند افتر ذات يو شود بي شيفت تو ذات تريت ذا بيشنت از انتي هارت فيلير اللي هي مجموعة الاس انهبيتور الدايوريتكس الدكتون سيتويشن كثيرة او ادركس كثيرة جدا في الموضوع هذا ولها دوزات مختلفة واكوردنج سيتويشن ذا بيشنت. انا اهم حاجة نصيحتي للجميع او لجميع اخواني وابنائي طبعا انا ماشي كبير بس لكن تمام هي الفكرة ما فيها انه هو ديل وذ بيشنت از ا بيشنت يعني كلينيكالي هيستوري clinical examination is a golden rules to diagnose the patient and to guide you to any perfect and يعني good treatment. تمام. لا تاخذ شيء patient just as a lab or as a machine just investigate the patient and send the patient. No. يعني listen from the patient take history take well from the patient examine the patient well you will inshallah get a lot of knowledge from the patient after that he will help you to manage him well. هذه نصيحتي لكم. تمام. اتمنى انه خلال المحاضرتين هذه استفدتوا كثير من الكلام. صح ان محاضرات الكلام كان مختصر جدا لان الكلام واسع واذا حاولنا نفصل في الموضوع هذا حيكون